لن تصدقوا ما وجدوه داخل جسد ليام باين، والشرطة تلقي القبض على موظف النظافة لهذا السبب. كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة النجم ليام باين عن وجود آثار للكوكايين في جسد النجم الراحل بعد وفاته المأساوية في فندق في الأرجنتين الأسبوع الماضي. وذكر موقع إنفو بي إي أن التشريح كشف عن وجود مخدر من الدرجة الأولى في جسد المغني بعد وفاته المفاجئة. وقال موقع ABC نيوز إن من بين المواد التي تم العثور عليها الكوكايين الوردي، وهو مزيج خطير من الممنوعات بما في ذلك MDMA والكيتامين والكوكايين والكراك وغيرها. وفقد نجم وان دايركشن السابق حياته بشكل مأساوي بعد سقوطه من غرفة فندق في الطابق الثالث في بوينس آيرس. وبهذا الخصوص صرح مصدر مطلع أن المغني سقط من ارتفاع 45 قدما قبل اكتشاف جثته في فناء داخلي بالفندق. ويعرف الكوكايين الوردي بتأثيراته المهلوسة، وهو نوع شائع من الممنوعات في الحفلات في أمريكا اللاتينية. ويسبب الممنوع الوردي الكثير من الأعراض مثل القلق والجنون والذعر والهلوسة. وعلى عكس الكوكايين التقليدي، فإن التركيب الكيميائي للكوكايين الوردي مختلف. وبعد تداول صور تظهر ممنوعات ومشروبات في غرفته، تجري الشرطة تحقيقا مع 2 من العاملين في فندق بوينس آيرس، حيث توفي الفنان البريطاني ليام باين بتهمة تزويد النجم بالممنوعات القوية في الأيام التي سبقت الواقعة. ويقال إن عامل نظافة وموظف آخر من الموظفين أخفيا الممنوعات في علبة صابون دوف التي عثر عليها المحققون في غرفة باين البالغ من العمر 31 عاما داخل فندق كازاسور في منطقة باليرمو بعد وفاته. وعثرت الشرطة على مسحوق أبيض وأقراص وأدوات أخرى في جناح ليام، فيما أرسلت إلى التحليل المواد الكيميائية التي يعتقد بأنها كوكايين. وبحسب موقع ديلي ميل، أبلغت إدارة كازاسور بالسلوك غير المعتاد للرجلين اللذين لم يتم الكشف عن اسمهما، وقامت بفصل أحدهما. واستجوب المحققون الرجل حول دوره المحتمل في وفاة باين، وكشف أحد أصدقاء باين المقربين عن أنه كان هناك رجلان في الفندق يعطيان ليام الممنوعات، وكانا يرسلان سيارات الأجرة لاستلام الطرود له، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص يعمل في قسم التنظيف. وتابع: بعد وفاة ليام لاحظوا أن إحدى سيارات الأجرة أرسلت إلى عنوان منزل عامل النظافة. سأله مدير الفندق عن سبب ذهاب سيارة الأجرة إلى منزله، وعندما لم يتمكن من تقديم تفسير لذلك طرده من العمل. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.